للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة مرسى مطروح أشرف مبارك مراسل النيل. إذن أشرف، كيف أسهمت مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة إذن في هذه القرى؟ بالفعل برحب بكم من مدينة الضبع وتحديدا من إحدى القرى التي تنفذ بها يعني مبادرة حياة كريمة، وهي قرية فوكا، يعني المرحلة الثانية من حياة كريمة في محافظة مطروح. تضم 6 قرى، منهم يعني قرية في براني، وقرية في سيوة، وقرية في مدينة الحمام، وقريتين يعني في مدينة مطروح. أما إجمالي مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح هم 11 قرية، كان هناك 6 قرى في المرحلة الأولى. يعني جميع المشروعات التي تنفذ في مبادرة حياة كريمة هي لي يعني خدمات صحية، يتم تدشين عدد من الوحدات الصحية، وأيضا بعض مراكز الشباب وبعض المدارس للتجمعات البدوية التي هناك بها نقص في يعني عدد الفصول الدراسية، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو الإعدادي أو المراحل التعليمية الأخرى. عدد المشروعات المنفذة في المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح يعني نحو يعني 35 مشروع ب 141 مليون جنيه. للحديث أكثر حول تفاصيل مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح، معي على الهواء مباشرة من إحدى المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وهي مدرسة التعليم الأساسي في يعني قرية فوكا بمدينة الضبع، المهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة حياة كريمة مطروح. باشمهندس حسين، برحب بحضرتك، وعايزين نعرف تفاصيل مبادرة حياة كريمة في مطروح، وإيه أبرز المشروعات اللي بيتم إنجازها وتكلفتها كام، عشان المواطن يبقى عارف المشروعات اللي بتنفذ على أرض الواقع. الحمد لله، يمكن حياة كريمة في محافظة مطروح في المرحلة الأولى في العام الأول انتهينا من تنفيذ 54 مشروع في 5 قرى بنسبة تنفيذ 100%. دخلنا للعام الثاني ب6 قرى اللي حضرتك ذكرتهم، قرية السلام في الحمام، وقرية فوكا في الضبعة، وقرية حلزين وكشوك عمارة في مطروح، وقرية شماس في مركز براني، وقرية المراقي في مركز سيوة. إجمالي عدد المشروعات زي ما حضرتك ذكرت 35 مشروع بتكلفة 141 مليون. احنا انتهينا تقريبا من مشروعات التعليم بتكلفة تقريبا حوالي 30 مليون بنسبة 100%. عملنا 3 مدارس جديدة، وعملنا توسعة في 3 مدارس. في قطاع الصحة بنستكمل مشروعات الصرف الصحي في المرحلة الأولى، نسبة التنفيذ تجاوزت 90%. في قطاع الكهرباء أدخلنا محولات كهرباء جديدة وأعمدة إنارة في عدد 3 قرى بتكلفة حوالي 6 مليون، وانتهت نسبة التنفيذ فيهم بنسبة 100%. في مجال المية عملنا 4 محطات تحلية جديدة، قدرة المحطة 100 متر مكعب مكتملة بكل مكوناتها، والنسب التنفيذ في هذه المحطات تجاوزت 40%، بالإضافة إلى محطة تحلية داخل مجمع كليات الزراعة والطب البيطري بقرية فوكا. بإذن الله أيضا عندنا قطاع مهم جدا وهو حصاد مياه الأمطار، إن شاء الله هننفذ 100 بير في ال4 قرى لجمع مياه الأمطار، وهنعمل صيانة ل10,000 متر مكعب لأبار الرومانية، وهنعمل صيانة ل 1000 متر مكعب للأبار النشوة القديمة، بالإضافة إلى إنشاء 6 خزانات لجمع مياه الأمطار سعة كل خزان 100 متر مكعب في كل قرية. كل هذه المشروعات يمكن بتدخل في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. هي صحيح مش كل المشروعات اللي بتحتاجها القرى، لكن ده جزء من المشروعات اللي تم اعتمادها، وبإذن الله احنا منتظرين البشرى اللي مطروح بإذن الله كمحافظة بالكامل تدخل ضمن المشروع اللي أطلقه السيد الرئيس، مشروع تنمية قرى الريف المصري اللي بتشهد النهاردة أكثر من 20 محافظة، وبإذن الله مطروح يكون لها نصيب في بداية العام الثاني من المرحلة الثانية بإذن الله. طيب عايزين نعرف فندم تغيير وجه الحياة في محافظة مطروح من ضمن مبادرة حياة كريمة، عارفين ان المشروعات ديت بتبقى في خدمات في القرى، المناطق التجمعات البدوية ما كانش فيها طرق بيتم سفلتتها بشكل كبير، ما كانش فيه خدمات صحية، ما كانش فيه وحدات محلية، ما كانش فيه مركز تكنولوجية، انعكاس الخدمات دي على المواطن المصري والتجمعات البدوية، خاصة ان مطروح هي البوابة الغربية لمصر وهو محرص الحدود الغربية لمصر. حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، واحنا يعني سياده الرئيس بيهمه استقرار المواطنين على ارض مطروح، بيهمه استقرار الناس في تجمعاتهم في نجوعهم، لانه القريه دايما هي الوحده المنتجه للدوله، فاحنا لازم نحافظ على ابنائنا وعلى شبابنا وعلى اهالينا في هذه القرى. لازم ندخل بالبنيه الاساسيه، الصحه، الطرق، التعليم، الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، يعني كمان تجهيز البنيه الاساسيه من مراكز الشباب، من مجمعات خدمات للبريد والتضامن الاجتماعي، كل دي لما يعني بتكون موجودة داخل القرية المواطن ما بيتكبرش مشقة في انه يحصل على الخدمة. كمان عمليات الطرق وخدمات الكهرباء والخدمات المصاحبة لهم دي مهمة جدا، والحقيقة يمكن المبادرة يمكن عملت يعني طفرة كبيرة جدا في كل قرية. اكاد اجزم انه يعني كل القرى اللي اشتغلنا فيهم
لا في تغيير حي في كل قريه. حضرتك شايف احنا في مدرسه من المدارس النهارده كانت يعني طاقه المدرسه بالكامل تكاد 150 طالب، النهارده يعني بعد انشاء هذا المبنى الجديد لمدرسه فوكر التعليم الاساسي هيستوعب اكثر من 800 طالب، بالاضافه لفكره انه النهارده المدرسه فيها فصول اعدادي، وكمان بنفكر كمان ان يتعمل 3 فصول ثانوي داخل هذه المدرسه، ان كان بقى ثانوي عام او ثانوي فني. كل ده هدفه ان انت بتعمل يعني استقرار وتنميه في هذه القرى، وده المحور او محورين مهمين جدا في المبادره. يعقب ذلك هو المحور نقدر نقول المحور الاقتصادي والمحور الخاص بالسكن الكريم والمشروعات المدره للدخل الخاصه بشبابنا وابناء في القريه، كل ده بيدخل ضمن المبادره. يعني انا بشكر سياده الرئيس وبشكر السيد المحافظ وبشكر كل زملائي على ارض مطروح اللي نفذوا كل هذه المشروعات، الحقيقه في رضا كامل من الناس، وان كان اهالينا في مطروح يعني عندهم يعني رغبه وامنيه كبيره جدا انه يتم التوسع في كل اراضي المحافظه، في كل القرى، في كل شبر على ارض محافظه مطروح. وهناك وعد يمكن من السيد الرئيس ومعالي رئيس مجلس الوزراء انه محافظه مطروح باذن الله ان شاء الله هتكون في العام التالي من المرحله الثانيه للمشروع، علشان زي ما سيادتك بدات هذا الكلام نرغب في استقرار، وهذه المنطقه منطقه عزيزه جدا على ارض مصر، محتاجين ان يحصل فيها تنميه في بعد تنموي، في بعد يعني نقدر نقول عليه امني، في انه هذه المنطقه بيتم تنميتها. وحضرتك شايف اهتمام السيد الرئيس بيها، مدينه العالمين وميناء جرجوب والمدن الجديده راس الحكمه وغيرها، منطقه الضبع النوويه، كل دي مشروعات عملاقه على هذه المحافظه هدفها الاول والاخير هو استقرار ودعم شبابنا في هذه المنطقه واحياء التنميه وتوفير فرص عمل لكل ابنائنا وابناء محافظه مطروح. واحنا مكان حضرتك ايضا بنوجه التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني كم هذه المشروعات الكبيره التي يتم توجيهها للمواطن في التجمعات البدويه وايضا في كافه الكره المصريه من خلال هذا المشروع الكبير مبادره حياه كريمه التي غيرت وجه الحياه في كافه الكره المصريه، مشاريع تنمويه صحيه خدميه طرق يعني بعض الخدمات الخاصه بالمراكز التكنولوجيه الاحياء التي تقدم الخدمات لتراخيص المباني في هذه الكره او في المدن بشكل عام. شكرا جزيلا للزميل أشرف مبارك، وأيضا الشكر موصول إلى ضيفك الكريم، كنت متحدثين إلينا من محافظة مطروح.